ويلكم تو امريكان بالس، رحله طرق الابواب. مجموعه الحقيقه مميزه جدا قابلناهم السنه اللي فاتت من الصحفيين المصريين العظماء. الحقيقه انا بتشرف ان انا بقابلهم للمره الثانيه في نيويورك، في نيوجيرسي اكشلي تحديدا. نيويورك ونيوجيرسي على فكره هنا جنب بعض يعني. هم الحقيقه كانوا في واشنطن ولسه جايين شرفونا هنا في المنطقه، ونحب دايما نسمع منهم اخبار مصر من الخارج، والناس بيبصوا علينا ازاي، والناس بيتكلموا عن مصر ازاي بعد ثورتين. يعني عشان هشام بيقول على موضوع الاخوان واحنا مشغولين بالاخوان، طبعا يعني الفكره انه انا بتصور ان لابد يبقى فيه اجنده جديده للعمل والنقاش في مصر. يمكن كنت بقول امبارح مع اصدقاء، تخيلوا لو كل مصر بتتكلم على رؤيه بتاعت 2030، واحد ينتقد فيها، واحد يقول لا دي ناقصه في الحته دي، واحد يقول لا التجارب الدوليه في حاجات مختلفه، عشان نقدر نطلع لازم نتكلم حاجه مختلفه الحقيقه. بس هي خطوره الاخوان يا هشام انهم جزء من يعني من يعني عمليه اقليميه ودوليه. ما هم لو هم زي السلفيين، السلفيين هذا اقول بكل عيوبهم هم تنظيم وطني يعني داخل الحدود الدوله المصريه. لا يمكن احنا ممكن، فعشان كده فعلا ممكن نعمل لهم زي يقولوا وي ايدنتيفاي ذم، نقول هم دول بيعملوا كذا واحنا بنعمل كذا، بحيث ان احنا نبقى واعيين باللي بيحصل، واعيين بهم بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه، عشان جديده بشاب بفعل جديد على حتى انا بتمنى حتى تقول مثلا على الصين، انا نفسي مثلا مجلس الوزراء المصري يشتغل بطريقه مختلفه، يعني نفسي نبص على المؤسسات من الداخل كيف تعمل، ونشوف الخبرات الدوليه ايه، الوزارات بتاعتنا كيف تعمل، الاجهزه والمؤسسات، ونتعلم من الاخرين، لان ده مفتاح مهم جدا. بس في نكته ظريفه جدا سمعناها امبارح، يعني ايه بيقول لك انه ان المصريين هنا شايفين انه يعني ترامب وكلينتون عامله زي احمد شفيق وموسي، ده نافع ولا ده نافع، حتى لو جبت ليمون يعني. ما عشان كده في ناس كتير بتحاول تدعم المرشح تيد كروز. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى عبيد جورنان الورد، اتفضل قول لنا بقى مشكله الدولار اللي ابتداها استاذ اشرف. طيب خليني لا يعني الاول، بس انا محتاج اعلق يعني على بعض الطرح اللي اتطرح. انا اعتقد ان احنا بنتكلم في اتجاه واحد، انا محتاج ان احنا نتكلم في اتجاهين، محتاج ان احنا نتفق في حاجات ونختلف في بعض الاشياء. انا ازعجني جدا ان انا اسمع من حد قاعد في امريكا ما يوحي ان هناك مؤامرة على مصر. يعني انا يمكن دي 8 او 9 سنة ازور الولايات المتحدة الامريكية، تمام. انا قبل كده كنت احمل هذا الفكر تماما وانت في مصر، وانا في مصر، واعتقد ان يعني معظم المصريين بيحملوا هذا التصور وهذا الفكر، انهم يتآمرون علينا ليلا ونهارا، انهم يتآمروا علينا، انهم بيكرهونا عشان في اختلاف في الدين او اختلاف في الثقافة، لا الدين ملوش علاقة، او اختلاف في اللغة. هذا الهاجس الدائم او اللي بيسموه زينوفوبيا، رهاب الاجانب اللي بقى عند المصريين يعني متشعب بشكل كبير جدا في ال 15 سنة الماضية، اعتقد بسبب خطاب الأحاد في مصر اللي يرى كل آخر عدو. أنا يعني خليني أقول، أنا تصوري الشخصي يعني من بعد هذه الزيارات وهذه الخبرات وهذا الاحتكاك بالولايات المتحدة، إن لا توجد دولة تحب دولة ولا توجد دولة تكره دولة. يعني العلاقات دائما تدور سلبا وإيجابا طبقا للمصلحة. أنا أستطيع أن أمد هذه المصلحة، وأنا في تصوري الحالي ان مصر تحتاج الى الولايات المتحدة بشكل كبير جدا، مثلما تحتاج الولايات المتحدة الى مصر بشكل اعتقد اكبر. ده حقيقي، ده يعني لعدة اسباب، يعني رغم التحديات ورغم الازمات ورغم الصعاب اللي احنا شايفينها في مصر، انا تصوري ان مصر ما تزال هي الدولة المركزية الاقدم في المنطقة العربية. احنا حوالينا ما فيش دول، احنا حوالينا في مجموعة ميليشيات وعصابات تحمل افكار يعني غاية في الدموية والتعصب والبداوة. اعتقد ان مصر هي اكبر دولة من حيث عدد السكان، بحكم الجغرافيا مصر هي اهم دولة في المنطقة، لانها تشرف على اهم مجرى ملاحي في العالم هو قناة السويس، وتحتك بثلاثة قارات، قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة إفريقيا. فأعتقد
ان هناك طريق لبناء مصالح. وده يعني للامانه انا سعدت جدا ان انا يعني نسمع السنه دي كلام مختلف جدا سواء في الجانب المصري او الجانب الامريكي. ان انا يعني سمعنا في الجانب المصري في سواء في السفاره او المجموعه اللي موجوده في واشنطن دي سي ان احنا في فتره ميلاد جديد للعلاقات المصريه الامريكيه، وانا اعتقد ان ده صحيح يعني بشكل كبير حتى بالاداره الحاليه يعني امريكا ان جنرال ولا الاداره القادمه. خليني بس برضو يعني اوضح للساده المشاهدين يعني موضوع يعني اعتقد يا دكتور انت عارفه بشكل يعني كامل ان امريكا مش توجه واحد يا جماعه، امريكا مش سياسه واحده، امريكا مش خط واحد، امريكا في اداره لها في مؤسسات وفي كونجرس له راي وفي وزاره الدفاع ولها راي، ولا اعتقد ان هي يعني ان علاقتها بمصر علاقه استراتيجيه وقويه جدا وستبقى يعني في حال سواء تغيرت الادارات او لم تتغير. انا في اعتقادي الشخصي يعني انا لو تسمح لي اعلق على النقطه ديت ان انا معرفش برضو استاذ مصباح يعني قعدت فتره هتجنن يا امريكا دي معانا ولا ضدنا، تدينا مساعدات وتعمل لك حقوق انسان مش عارف مين، فقعدت احلل الموقف وقلت بس انا ما لهاش غير حل واحد، ان البلد دي فيها 10 15 مؤسسه بكل مؤسسه فيها ملف، هو الاداره بيشد الملف اللي عايز يشتغل فيه النهارده، يعني الملف اللي بيساعد مصر او شغال بيساعد مصر، فانا بتكلم النهارده بيساعد مصر، الملف اللي ضد مصر ادي الملف بتاع ضد مصر، الملف بتاع حقوق الانسان كله موجود كله بيشغال بشكل هارمونايزنج بكله شغال مع بعض. ده رايي مش عارف ده يعني ممكن يبقى خاطئ يعني بس ده صحيح بشكل كبير قوي. يعني انت قلت امريكا عده ادارات وعده مؤسسات وكل مؤسسه ليها سياسه مختلفه والاداره بتختار هو عايز يستخدم انهي سياسه النهارده حسب مصلحتي فين. وخد بالك يعني يمكن دي طريقه المفروض احنا نشتغل بيها يا جماعه ولا ايه؟ خد بالك يعني انا التقيت في مؤتمر شرم الشيخ بعض اعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري قالوا كلام يعني سلبي جدا ضد الاداره وازاي ان هي افشلت العلاقه مع مصر، والعلاقه مع مصر دي علاقه استراتيجيه ومهمه جدا جدا. انا شايف ان فرصه كويسه عشان احنا مقبلين على انتخابات رئاسيه في امريكا ان يتمد جسور للعلاقات. اولا انا بقول اللي احنا بنحب ولا بنكره ولا توجد دول كده، مصلحه مصر اينما كانت مصلحه مصر علينا ان نتجه، يعني مصلحه مصر فين هنمشي فيها. طب هل الطريق بالنسبه لنا واضح دلوقتي؟ احنا عارفين احنا فين مصلحتنا، ما دي يمكن ساعات بتبقى مشكله ان في ناس مثلا يروح يعمل شوبينج يروح يشتري حاجه وهو مش عارف هو نزل يعمل شوبينج ليه. هل احنا عارفين يعني احنا عارفين احنا عايزين ايه؟ انا تصوري ان في ملفين احنا ممكن نتفق عليهم يعني، واعتقد ان محدش من الزملاء اللي قاعدين ممكن يختلف معايا في حاجه فيهم. الملف الاولاني ان احنا بنحارب الارهاب، ونحن نحارب ارهاب من نوع مختلف تماما عن جماعات وفصائل الارهاب اللي شهدتها المنطقه في السنوات الفائته يعني. واعتقد ان محاربه الارهاب هدف هم هنا في امريكا، الشعب الامريكي خد بالك مش الاداره، الشعب الامريكي اتكوى بنار الارهاب هنا في 11 سبتمبر ويعلم تماما خطر هذه الجماعات التي لو تنامت يعني جماعه زي جماعه داعش تتمدد وتتوسع اكبر بـ من المتخيل او من المنطقي بشكل كبير، ينضم اليها افراد من اوروبا من فرنسا وايطاليا وامريكا. في راي بيقول انه هو بيقول لك انا خليهم عندك يعني هم بدل ما يضربوا هنا اعملهم لك هناك يعني هم عملوا كده مع القاعده لو تفتكر في حرب افغانستان، وفي يوم من الايام وصلوا الى نيويورك. ففكره محاربه الارهاب موضوع يشغل اذهان كثير من مراكز الابحاث هنا في الولايات المتحده، وفي نفس الوقت هو خطر كبير جدا على مصر، واحنا لازم كلنا نتحد. يعني انا اعتقد هي المعركه الاولى لمصر في الفتره القادمه، اهم معركه هي معركه مواجهه الارهاب. تاني موضوع ممكن يعني يتمد فيه جسر مشترك اعتقد هو الاقتصاد. احنا بنبني دوله جديده، دوله اقتصاد قوي، لا يمكن بناء اقتصاد قوي بدون استثمارات اجنبيه. انت محتاج طبقا لمؤشرات الاحصاء عندنا
كل سنة توفر 850 أو 900 ألف فرصة عمل. المشروعات المحلية ولا الاستثمار المحلي قادر أبدا على توفير الفرص العمل دي. أعتقد أن أنت محتاج استثمار أجنبي بشكل كبير جدا. أنت عندك فرص مش عند حد تاني خالص. أنت عندك أولا أكبر سوق في المنطقة فوق 90 مليون سوق كبير استهلاكي. أنت عندك اتفاقيات تجارية تربطك بدول الكوميسا، عندك اتفاقيات تربطك بالاتحاد الأوروبي، يمكن لشركات عالمية كبرى أن تقيم مراكز لها في مصر وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي بدون جمارك. نفس القدر لدول الكوميسا، الدول العربية، هناك دول يعني دول أنت مرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة تصدر من غير جمارك. فأنا أعتقد أن الملفين، ملف مكافحة الإرهاب وملف بناء الاقتصاد أو المصالح المشتركة الاقتصادية المشتركة، ملفين ممكن يتم البناء عليهم. وده يعني أنا لمسته يعني، وده يعني ده يعني أسعدني جدا أعتقد أن أنا أسمع الكلام ده من سيادة السفير نفسه، أن احنا في مرحلة جديدة خالص. علاقة التبعية اللي كانت في الأذهان المصرية أيام عصر المبارك انتهت وولت الى الابد. احنا دلوقتي علاقة جسور من الشراكة واحنا اللي بنرسم الاتجاه. طب هل بالنسبة للاقتصاد، وانت ما جاوبتنيش برضو على سؤال الدولار وهرجع لك تاني، بس قبل ما تقول لي الدولار، هل اقدر اعمل استثمارات في مكان انا مش عارف افتح فيه حساب بنك؟ يعني انا بنزل مصر عشان افتح حساب بنك يقول لي هات لي جواب من بتاعة الشغل بتاعك، اقول له يا عم انا مش عايش هنا، اجيب لك جواب من الشغل ازاي؟ خلينا يعني خلينا نتكلم بصراحه شويه. ممكن نتكلم بصراحه؟ طبعا خلينا نتكلم بصراحه شويه. انا تصوري الشخصي ان لو سالنا سؤال دلوقتي للناس كلها، هل مناخ الاستثمار في مصر في الوقت الحالي مناخ جاذب للاستثمارات ولا مش جاذب للاستثمارات؟ حد يعني حد ممكن استاذ اشرف؟ يعني انا في رايي ان ده انسب وقت للاستثمار واقتناص الفرص، لاني انا سالت سؤال مناخ الاستثمار مش التوقيت. خلينا بس التوقيت انا متفق معاك، يعني الجو حر ولا الجو برد؟ عايزين المناخ. يعني هي عمليه المناخ او ايه مواصفات او ايه الشروط اللي المفروض المستثمر الاجنبي يبص لها؟ يبص الاستقرار السياسي، يبص الاستقرار الامني، يبص الاستقرار الاقتصادي. هم الثلاث عناصر دول اللي المفروض اي مستثمر بيبقى عينه عليهم. طيب هل مصر فيها استقرار سياسي ولا لا؟ طيب هل مصر فيها استقرار امني ولا لا؟ لحد كبير. طيب. كنا فين وبقينا فين؟ يعني مش هنكذب على بعض. بالنسبه للاستقرار الاقتصادي، مصر عمر ما كانت المشكله بتاعه الدولار يعني او مشكله الدولار واخده حجم اكبر من حجمها بكتير. انا مش عايز اتكلم على ازمه الدولار والحلول، وطبعا هسيبها لك انت ان انت تتكلم فيها، بس ان احنا مضخمين جدا في الموضوع، مضخمين جدا في المشكله. في عناصر بتهيج السوق باستمرار بحيث ان هو ما يبقاش مستقر. فانت طيب لما اي مستثمر، يعني احنا دلوقتي لما جينا في البعثه بتاعه ترك الابواب كانت معانا شركات امريكيه ومسؤولين عن شركات امريكيه، الشركات الامريكيه او الامريكان اللي هم ما جم في البعثه كانوا هم اللي بيخاطبوا الامريكان بيقولوا لهم تعالوا واحنا بنحقق احسن معدلات ربح ما بنحققهاش في اماكن اخرى في العالم. بما فيها الولايات المتحده نفسها. وهم اللي بيخاطبوهم، يعني هم الامريكان بيخاطبوا الامريكان. فعمليه التخوف ده عمليه هاله بس موجوده لكن مش حقيقيه. يعني اي مستثمر يعني مش عايز اقول لك ان لما مدربين الكوره لما بيجوا يدربوا الاهلي والزمالك والمدربين الاجانب بيسالوا السفارات اجي ولا لا، فيقولوا لهم مثلا معلومات غلط. فالفكره كلها ان احنا ان 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 الواقع حاجه واللي بيتنقل بره حاجه ثانيه. وعشان كده مناخ الاستثمار انا في رايي مناخ جاذب ومعدلات الاستثمار معدلات جاذبه. طيب انا خليني بس يعني اعلى بس تعالى. يعني انا يعني متفق مع صديقي اشرف فيما يخص الاستقرار السياسي. مش حاسس انك متفق معايا، مش عارف ليه. لا يعني حاسس ان الاختلاف جاي. انا حاسس ان الاختلاف جاي. دي المقدمه الدبلوماسيه اللي انا اتعلمتها منك يا دكتور، لان انا اتعلمت من الدكتور كيف تختلف لازم تبدا بما تتفق عليه. يعني انا طبعا انا متفق يعني فيما يخص الاستقرار السياسي تماما يعني الى حد كبير. لكن خليني اقول لك، هل البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار في مصر بيئة جاذبة أم بيئة
يعني مطفشه للاستثمار في مصر نافره. يعني خليني طيب معلش عايز اخد الحته دي في ملعب استاذ صالح وبعد كده استاذ علاء بعد اذن. انا يعني كنت هضيف اضافه على كلام صديقي الاستاذ مصطفى وهي بترد على كلام الاستاذ اشرف. انت ممكن تسال المستثمرين المصريين المحليين اللي في مصر دلوقتي، هل مناخ الاستثمار في مصر جاذب ولا لا؟ انتوا عارفين تشتغلوا ولا لا؟ بس وبناء على الاجابه اللي هتطلع تقدر تحدد اذا كان في مناخ استثمار جاذب في مصر ولا لا. المستثمر الاجنبي لن يتمكن ولن يكون مقبل على السوق المصريه الا اذا شاف ان في نماذج محليه ناجحه وان الناس ما عندهاش مشاكل. الناس عندها مشاكل، الناس عندها مشاكل كتير. استاذ مصباح قطبي يكلمنا عن بارومتر الاعمال. انا على فكره انا من الناس اللي ما بحبش اقول ان دايما الصوره جميله و و و وكل حاجه تمام بالظبط بالظبط. يعني انت مش هتقدر تحل الا اذا لازم ايدنتيفاي، لازم نعرف اول حاجه لا. في حل المشكله نعرف ان فين المشكله. بس تعترف الاول ان في مشكله، نعترف ان في مشكله واعرف فين المشكله وحل حلها. بس برضو لازم نخلي بالنا ان لازم نعالجها بشكل موضوعي، ما يبقاش لان برضو في عده اشخاص بيستخدموا الحاجات ديت لتحطيم العزيمه، فاحنا مش عايزين ولا يعني يفرق معايا ولا يفرق معايا. انا مش فاهم معاك عشان انت بتتكلم بشكل علمي. يبقى هنا لكن انا المواطن العادي ممكن واحد كده يسمع حضرتك بتقول ان المناخ مش مناسب يقول لك لا يا عم انا مش نازل مصر، انا مش هستثمر في مصر. لا لازم نقول المشكله فين ونصلحها ازاي. واحب بعد ما حضرتك تقول النقطه ديت احب اسمع من هو انا بس انا هي النقطه ديت اللي كنت عايز اتكلم فيها. احنا بصفتنا صحفيين اقتصاديين بالاساس احنا بنحتك برجال اعمال كتير يوميا بشكل يومي. الناس عندها مشاكل. هل ده ما كانش بيحصل في زمان؟ يعني كان موجود زمان بس النسبه بتختلف. المعدل الفتره الاخيره حسب رؤيتي انا وحسب اتصالي مع الناس وحسب احتكاكي بمجتمع البيزنس في مصر، لا هو في مشكله، في مشاكل كتير والمشاكل معدلها بيتفاقم. انت عندك اخر حاجه مثلا الحكومه كانت اعلنت من فتره قريبه ان هي هتخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد في مصر. هو كانوا بيتحاسبوا على 7 دولار بقى 4 دولار وطلعت الناس هاجت وازاي بتدعموا المصانع، رغم ان انا كنت مع القرار طبعا وشايف ان القرار سليم 100% لان المصانع كان في جزء كبير منها وقف. انك ما احتجتش تشغل مصانع عشان تشغل الناس. اكزاكتلي. حتى الان القرار لم يطبق. فانا اقصد اقول ان اذا كنت بتتكلم على استثمارات اجنبيه الاول شغل المحلي، الاول شوف ملف زي ملف المصانع المتعثره. لو انت خايف من ان احنا واحنا بننتقد ان في ناس تستغل ده لاغراض اخرى، حل واحد الشفافيه والمصارحه، انك تطلع تقول لي كحكومه احنا عندنا مشكله في الحته الفلانيه وشغالين عليها بالشكل الفلاني، وبعد شهر شهرين سنه سنتين هنكون خلصنا الملف ده وقفلناه. ده اللي انا اقدر افهمه، لكن انا مش شايف ده الحقيقه. يعني للاسف الواحد بيتكلم وهو يعني متضايق، لكن انا في حاجات كتير الواحد شايفها مش صح. بنتمنى ان المسؤولين في مصر عن الملف الاقتصادي يكون ليهم خطط اوضح، يكون في تواصل مع الميديا. انا بتكلم في موضوع الشفافيه وموضوع المصالحه، في تعتيم. انا المعلومه مبقتش توصلني زي الاول، وصولي للمصدر المعلومه في الحكومه انا على مستوى وزاره الصناعه اللي انا متابع معاها كصحفي، في عندي مشاكل في الوصول للمعلومه، في عندي مشاكل في الوصول للتقارير المتابعه. مفيش تواصل مع الميديا بقدر كافي، وبالتالي الاصوات الاخرى اللي تقدر تستغل الموقف ده تستغله لصالحها وهي عندها حق. استاذ علاء الحقيقه انا هتكلم من بدايه الكلام اللي قاله الاستاذ مصطفى حوالين موضوع الاستثمار. انا يمكن حضرت من حوالي شهرين ثلاثه في مصر كانت ندوه واتكلم فيها احد خبراء تسويق الاستثمار، دكتور مصري وبيحاضر في احدى الجامعات الاجنبيه مش متذكر الحقيقه من الامريكيه، واتكلم على مجموعه محددات ايه اللي بيخلي المستثمر ياخد قراره، المؤثرات اللي بتاثر في اتخاذ القرار الاستثماري لاي مستثمر او لاي صندوق استثمار او شركه عايزه تستثمر في دوله ما. والبعض اتكلم وحط من ضمن المحددات يمكن الاستقرار والتشريعات اللي موجوده ووجود عماله مدربه وبعض المؤثرات الاخرى، وحط من ضمنها كلمه التوقيت. وقال انا الحقيقه كنت فوجئت ان اهم عنصر في دول لو حبينا نرتبهم تنازليا ونقول انهي افضل عنصر واهم عنصر لاتخاذ القرار الاستثماري، هو قال ان عنصر التوقيت. هو ايه قرار التوقيت مهم فيه؟ كلهم مهمين. قال اهم حاجه لو حبينا نرتبهم تنازليا
اتكلم ان توقيت اتخاذ القرار الاستثماري هو اهم عنصر في هذه العناصر، هو اللي اما ينجح المشروع الاستثماري او يفشله. انا ممكن تكون الارض موجودة، التمويل موجود، العمالة موجودة، بس الوقت غلط، كل المحددات موجودة، لكن اتخاذ التوقيت خطأ. وبالتالي هو من افضل التوقيتات اللي ممكن تستثمر فيها في مصر هو التوقيت الحالي. التوقيت الحالي مصر هي يمكن الدولة المستقرة، لو حبينا نبص حواليها ما بين ليبيا وما يحدث في ليبيا وما يحدث في سوريا، المنطقة مشتعلة. مصر بتتميز بوجود استقرار، بتتميز بوجود مناطق جديدة بكر ممكن الاستثمار فيها وعلى المدى الطويل تحقق أرباح مجزية بالنسبة للمستثمرين. أيضا هناك فكر جديد في الاستثمار في مصر، الحكومة بتتفتح وبتنفتح على الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، وأيضا فيها جهاز مصرفي قوي بيشرف عليه بنك مركزي قادر على السيطرة على السوق مهما حدث من أزمات. ويمكن شوفنا احنا في أزمات عالمية كتير، الاقتصاد المصري مستو ان اقتصاد متنوع، مستو انه بيتمتع بحجم سوق كبير، أيضا عنده مقومات ومحددات للتسويق كبيرة جدا، بيتميز بأنه كبوابة لعبور المنتجات سواء من أي دولة أخرى إلى أفريقيا وللدول العربية والاتحاد الأوروبي، نتيجة للاتفاقيات اللي عاملها، اتفاقيات التجارة الحرة اللي عاملها مع هذه التجمعات زي الكوميسا وزي الاتحاد الأوروبي. وبالتالي جميع المحددات وجميع المقومات اللازمة، وحضرتك اتبتنا المعطيات، عايزين المطلوب وبرهان المطلوب من الحكومة. أيضا هناك في مشاكل، في مشاكل للمستثمرين وفي مشاكل في الاستثمار. مناخ الاستثمار ليس على ما يرام، ليس جاذب هنقول ب100%. في مشاكل في توفير الأراضي للمستثمرين، محتاجين من الحكومة أنها تكون أكثر سرعة وأكثر يعني تجاوب مع المستثمرين وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار في المناطق المختلفة. مطلوب من الحكومة أن هي تسرع دور الشيطان تاني، الديفل أدفوكيت، لو الحكومة برضو تسرعت وأدت قرارات سريعة ممكن تدي الحاجات ديت في ايدين ناس غلط، وده حصل في الماضي ودلوقتي احنا برضو يعني بنحصل اخطاء حكومات قديمة. خليني اقول لحضرتك يعني نوصل للمعادلة في النص ازاي ان احنا ناخد قرار ساعة في النهاية. المستثمر اللي بيستثمر على ارض مصر مش هياخد الارض معاه ويمشي. انت تقدر تتحكم من خلال التشريعات اللي تقدر تحطها. احنا شايفين المناخ موجود في دبي، مناخ موجود في ابوظبي، وموجود في البحرين، موجود في بعض دول الخليج، الاردن بتدي قد ايه الارض. هذه النماذج لابد ان احنا نستفيد منها ونشوف تجارب الاخرين في موضوع الاستثمار نعمله. مطلوب ايضا استقرار في موضوع التشريعات الضريبية بشكل كبير جدا. المستثمر بياخد قراره. انا اسف من غير قطع كلامك، هل ممكن يرتبط منح الاراضي ديت بجدول اعمال بحيث انه لو واحد خد حتة ارض وقعد نام عليها 10 سنين يبقى احنا عارفين ان دوت مش تاخد الارض عشان تستثمرها. وايضا نوع المشروع اللي انت هتستثمره، انت هتاخد المفروض يبقى يخلص في تايم بلان، يعني في امتى المرحلة دي تخلص والتفتيش عليها كذا والمرحلة دي امتى تخلص. وانا اعتقد ان دي مش معضلة يعني هنا في بعض البنوك بيدوا قروض لشركات بناء على عدد الموظفين اللي بيضيفوهم كل سنه. يعني انت في قرض اسمه سمول بزنس ادمنستريشن SBA، ده بيدي يقول لك لو هتشغل لي المشاريع الصغيره، لو هتشغل لي 10 كل سنه امريكان، ديت من ضمن شروط انك تفضل في هذا القرض. يعني دي افكار، في افكار كتير قوي. ايضا من الافكار المطلوبه ان احنا زي يمكن حكايه انك تدي قروض كان لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي لحجمه كبير جدا وبيشتغل في مصر، كان من ضمن الافكار ان انت ممكن تدي له قروض وتدي له تسهيلات وتدي له مزايا ضريبيه اذا انت انضميت للاقتصاد المصري، بس للاقتصاد الرسمي. بس المطلوب ان انت تيسر له الحصول على الترخيص، انت ما تنفروش من انك تعال اشتغل في مصر، تعال وحتشهد. ويمكن ده كان في المنطقه الاقتصاديه اللي بتاعه قناه السويس اللي يعني بيشرف عليها الدكتور احمد درويش، وهو من الشخصيات الاقتصاديه والشخصيات المصريه المحترمه والتي يعني نتوقع معها نجاح هذه المنطقه. منطقه قناه السويس
اصبح المنطقة تختلف تماما عن مناخ الاستثمار اللي باقي مناطق الجمهورية، بمعنى ان اي مستثمر عايز يدخل يستثمر في منطقة قناة السويس هتكون له اجراءات مختلفة تماما عن الاجراءات التي تتبع في باقي المحافظات، وهو بالتالي ممكن اللي بيستثمر في منطقة قناة السويس انه ياخد الترخيص في اسرع وقت ممكن، بيصل احيانا انه مجرد اختار وانه بياخد ترخيص يمكن في يوم، بعض الشركات خلصت اجراءاتها في يوم واحد وشفنا توقيع لبعض الاتفاقيات على هذا الامر. وبالتالي اذا توفرت الارادة انك تعمل وانك توفر مناخ جاذب للمستثمر سواء من امريكا او سواء من الاتحاد الاوروبي او سواء من اي مكان، ده ممكن يكون متاح بشرط تكون عندك الإرادة لذلك. في نوع من التصادم بيحصل ما بين المستثمرين، انا طبعا انتوا عارفين كويس قوي انا قد ايه بحب مصر، لكن بيبقى في تصادم المستثمرين بال القطاع العام او التنفيذي في مصر، في اختلاف ثقافات الامريكي الاجنبي، حاضر الاجنبي بيبقى متعود على انه عشان يقدم على مشروع يبقى ابلكيشن يبقى سيرفي يبقى قرار يبقى اجتماع يبقى ترخيص، دوت ما بيحصلش. هل من ضمن الحلول انه ممكن نستعين بخبرات اما المصريين اللي عايشين في الخارج او نجيب اجانب عشان يتعاملوا مع الاجانب؟ يعني انا شايف تصادم الحضارات ده صعب وبيخسرنا احنا كتير. لا انا شايف ان المصريين قادرين على ده مش عيب، وممكن ان انت تستعين باداره اجنبيه لاي مرفق معين، ومنها اذا كنا بنتكلم في هيئه الاستثمار ان انت تستعين من الخبره الاجنبيه اللي في الخارج، ان انت تقدر ازاي تتعلم ازاي تتعامل مع المستثمر الاجنبي وازاي تيسر له الامور. هو مش تعامل شخصي على قد ما هو خطوات، يعني بالظبط خطوات ازاي تعمل الخطوات. ما ينفعش يبقى عشان مثلا بالنسبه للميديا، لان انا يعني ده مجالي دلوقتي، لما بنيجي نصور حاجه في مصر عايزين نصور حاجه لازم تاخد تصريح من خمس ست سبع هيئات ما لهمش علاقه ببعض. احنا طلع قانون الاستثمار الجديد نص على موضوع الشباك الواحد. موضوع الشباك الواحد محتاج من ان ده مش هياخد وقت خالص بالنسبه للمستثمر، لكن للاسف الشديد هقول لك حتى الان لم يفعل، حتى الان محتاجين انه يكون اكثر فعاليه، انه بيدور على اي قطاع ممكن ابدا بيه تطبيق الشباك الواحد كتجربه، وبيبدا بقطاع الزراعه كاسهل، يمكن قطاع مش محتاج موافقات كتير، وبالتالي الافكار موجوده التشريعات موجوده، محتاج ان احنا نغير الثقافه زي ما حضرتك قلت، يمكن ثقافه الموظف بقى اللي موجود اللي بيمضي، وموظف الموظف اللي بيدي الترخيص، الموظف اللي ممكن يخلص لك الورق، ان يدرك أهمية يعني إيه إنشاء مشروع استثماري في مصر، يدرك أهمية هذا المشروع هيوفر لك فرص عمل لأولادك، هذا المشروع هيوفر لك زيادة في الإنتاج، وبالتالي هتلاقي سلع موجودة أكتر في السوق بأسعار ممكن تقل، هيلاقي زيادة في النمو وزيادة في تحسين الخدمات، إن أنت بتحسن الخدمات اللي بتقدم للمواطن العادي، وبالتالي لابد وأن يدرك أهمية يعني إيه مشروع استثماري جديد في مصر. أستاذ مصطفى بيد عنده تعليق؟ احنا دخلنا في ظرف، خلينا يا دكتور بس دخلنا يعني دخلنا في حاره الاقتصاد ومش هنعرف نطلع منها ولا ايه؟ انا بحاول خليني اقول بس نقطه في الاول، عشان يعني انا من الناس المؤمنه ان مصر هتتقدم وهتنمو بشكل يعني قد يسعدنا جميعا، يعني ان شاء الله سوف يسعدنا جميعا، يعني مش قد، ما فيش شك ان شاء الله هيسعدنا ان شاء الله سوف يعني انا بتكلم على المقدار، يعني الحجم بتاعه يعني يكون يعني سوف جاي لدرجه ان احنا جميعا يعني ان شاء الله. لكن انا بتكلم في المدى الزمني بتاع ده ايه. احنا طبعا في ظروف استثنائيه في مصر في الوقت الحالي، احنا في مشاكل اقتصادية، الناس العادية اللي هي الميدل كلاس في مصر كلها بدأت تعاني منها، يعني مشاكل غلاء بشكل كبير، فكل الناس متعجلة التنمية والتقدم. فأنا تصوري ان احنا محتاجين نبدأ امبارح، مش نبدأ يعني نبدأ يعني بأسرع ما يمكن في اجراءات. احنا بتعبير احنا قعدنا مع الدكتور حازم الببلاوي وهو راجل اقتصادي يعني كبير الجميع يشهد له، يعني كان رئيس وزراء مصر من قبل، هو الان في مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي. هو قال لنا يعني جمله انا مش قادر انساها بصراحه، هو قال لنا المرض معروف، احنا
احنا قادرين جميعا نشخص المرض والعلاج معروف، لكن المشكلة كلها في الدوز الجرعة وفي التوقيت اللي انا اخدها. خدها امتى؟ هي بص هي يعني هي الحقيقة معادلة كاملة، يعني هي نوع دواء و... فدخلت في حتتي فأنا بقى. فأنا هو نوع الدواء والتوقيت و... والعيان وحالة العيان دي بقى النقطة اللي انا اضيفها. يعني طبعا انا مش هفهم فيكو في الاقتصاد زي ما انتوا تفهموا، بس انت دام دخلت في منطقتي بقى انا اقول لك في عيان اقدر اديله الدواء دوت وعيان ما اقدرش اديله الدواء دوت. بالظبط. في عيان اقدر اديله الجرعه ديت وعيان عنده ظروف تانية مشاكل تانية، فلازم دوت ميزان حساس جدا. ما هي مش 1 2 3 الاشكاليه لازم نشوف حل والوضع في مصر عامل ازاي، البلد عامله ازاي، وبناء عشان كده انا يعني لما انا اسف معلش يعني المفروض انت اللي تتكلم مش انا، بس لما اتابع الاخبار وبحس ان الناس يعني دايما في الطب ما فيش حاجه اسمها ابسولوت انسر. ابسولوت انسر دوت اللي هو يا صح قوي يا غلط قوي. ليه؟ لان انت بتتعامل مع كذا حاجه، حاله العيان، سن العيان، تاريخه المرضي القديم، نفسيته، عنده عيله بتيجي تزوره ولا ما بتزوروش، الممرضه بتاعته كفاءتها ايه، كل دوت مظبوط، الكليه بتاعته وحش، الكبد بتاعه بايظ ما يستحملش 100 حاجه. فقرار انا شايف من وجهه نظر ان القرار الاقتصادي لا يقل دقه عن الجرعه، ان جرعه الدواء اللي حضرتك بتقول عليها قالها الدكتور حازم الببلاوي. بس لازم نشوف العيان، تاريخ العيان، لازم اشوف العيان ده هيستحمل ولا لا. انا في عيان ممكن يجي فيروس سي تديله دواء يجيب اجله، في واحد تاني بتبتدي معاه بجرعات قليله لحد ما الكبد يبتدي يستجيب. يعني بقول يعني استكمالا بس للحته بتاعه الطب، هو الاقتصاد علم نسبي. احنا عندنا يعني يمكن استاذ مصباح طبعا عارف الحته دي. يعني كينز كانوا بيقولوا كان بيقول كينز اذا سالت 5 من الاقتصاديين عن رايهم في قضيه معينه فستحصل على 6 اجابات. وما بالك بقى لو كانوا صحفيين كمان 6 اجابات مختلفه. وما بالك 6 اجابات مختلفه. طيب استاذ اشرف وبعد كده استاذ مصباح. هو في بس نقطه بالنسبه نقطتين. المستثمر الاجنبي اللي جاي مصر عايز يشوف حاجتين، عايز يعرف ان هو بيدخل فلوسه بسهوله، وعايز برضو يعرف ان هو هيعرف ازاي يخرجها بسهوله. فمعنى كده ان احنا عندنا قانون مش موجود اللي هو اسمه قانون التفليسه. قانون ازاي ان هو يعني لما يجي يخرج ايه لما يخرج من السوق يبقى ده اسمه قانون التفليس، ده مش موجود. وده من القوانين اللي هي محطوطه على الاجنده بتاعه مجلس النواب. النقطه الثانيه وده الاهم، ان المستثمر الاجنبي برضو مش عايزين يعني نديله مزايا وندلع فيه اكتر من اللازم. يعني كل المستثمرين الاجانب في كل الدنيا بيجوا معاهم فلوسهم. المستثمر الاجنبي اللي بيجي مصر لا بيعتمد على فلوس البنوك المصريه، ودي نقطه هتراعى في القوانين الجديده. طبعا. ان مش اي مستثمر، يعني مستثمر جاي يعمل مشروع وانت جاي بدي لك ارض وبدي لك فلوس، طب انا عايزك ليه بالظبط كده؟ ففي عدد كبير جدا من المستثمرين لازم تجيب حاجه للترابيزه. يعني عدد كبير جدا من المستثمرين الاجانب كانوا بياخدوا وجود حضرتك مشرف، بس احنا عايزين حضرتك تيجي بفلوسك يدخل بفلوسه. طيب معلش استاذ مصباح كان عنده تعليق في الاول بعد ما دي مهمه جدا النقطتين دول. طيب معلش استاذ مصباح. يعني معلش يمكن في النقطه دي ان انت ممكن تدي له الارض وتدي له الفلوس، بس ممكن انت هتستفيد بخبرته او هتستفيد بالنو هاو اللي ممكن يدخله لك، ممكن يبقى عامل لي قيمه مضافه بتكنولوجيا حديثه ممكن يدخلها لي. بس برضه مش دايما في وضعنا الجرعه لازم تختلف. تاني وهستشهد تاني بالتجربه اللي موجوده في دبي وفي منطقه جبل علي. انت اديته الارض ووفرت له تمويل ووفرت له ترخيص ووفرت له كل حاجه، لكن هو جه وادالك تكنولوجيا وبدا يصنع لك. فانت لو استفدت بلاش نقول ان احنا المستثمر الاجنبي، التخوفات من المستثمر الاجنبي مش مطلوبه وخاصه في التوقيت الحالي. احنا محتاجين المستثمر الاجنبي وايضا محتاجين المستثمر المحلي. اذا ما كانش عندك مستثمر محلي قوي ومستثمر محلي وراجل قطاع خاص مصري وطني قوي هيجي، المستثمر الاجنبي هيشوف بتبقى عينه على المستثمر الوطني او المستثمر المحلي، هيشوفه اذا كان قادر على الاستثمار في بلده ولا لا، وبالتالي هو هيجي. فاحنا ارجو ان موضوع التخوفات من المستثمر الاجنبي ان احنا
يعني نتحاشاها تماما، وان احنا نتخطى هذه النقطه ونقول المستثمر مش هيجي ياخد الارض ويمشي، ولا هيجي ياخد الفلوس ويمشي. المستثمر الاجنبي بيدور على مكان يكون فيه ربح، بيدور على مصلحته، بيدور على ربحه، ويدور ايضا زي ما قال الاستاذ اشرف انه لو دخل بفلوس ازاي هيعرف يخرجها وازاي هيعرف يحول ارباحه للخارج. تمام، شكرا استاذ مصباح قطب. يمكن نقطتين كده مفيدين في موضوع الاستثمار في مصر. يمكن احنا سمعنا من بانام ماندا، واحد من اهم الناس اللي فاهمه مصر كويس جدا وفاهمه المنطقه في مركز الشرق الاوسط في واشنطن، بيتكلم عن ان اوباما يا جماعه ما قالش انا هسيب المنطقه العربيه بس، ده قال كل واحد يشيل شيلته. وانتوا تفتكروا كويس في الحوار بتاع زي اتلانتيك، قال لك يعني كاميون مش عارف كان بيعمل ايه في ليبيا وقاعد مرعوب، وساركوزي يعمل كذا، يعني عايز اوروبا هي كمان تشيل شيلتها. ايه علاقة ده بقى بالاستثمار؟ في نوع من المستثمرين بياخد في اعتباره المخاطر الإقليمية، ولسه المنطقة لم تستقر بعد، الأمريكان نفسهم حتى مش عارفين كيف تنهض المنطقة بأحوالها، مصر هيبقى دورها ايه في عملية استعادة الاستقرار في المنطقة، لسه الموضوع ده مش واضح قوي. ففي جزء من المستثمرين هينتظر شوية لحد ما هيحصل ده. على الصعيد الداخلي احنا لا ننكر، وانت يمكن بتشير بتقول القطاع العام يمكن دلعت الموضوع شويه، انه لا يزال هناك يعني ايه عدم وضوح رؤيه في مساله توزيع الادوار بين المستثمرين. بعض الناس بيتصور انه القوات المسلحه بتقوم باعمال اكثر مما يجب، وكان يمكن ان يكون قطاع خاص يقوم بها. القوات المسلحه نفسها بتقول ان هي لا تنفذ الكثير جدا من الاعمال بنفسها وبتستعين بموردين، لكن الحكايه دي برضه عايزه مزيد من الايه ضبط الايقاع وتوزيع الادوار بشكل جيد. الموضوع الثالث برضه هو موضوع الايه يعني دوله القانون. يعني احنا شفنا اكتر من مره كده في عمليات يعني كان فيها تجاوز قانوني بجد في حق بعض رجال الاعمال المسلمين، كان مخيف وترتب عليه حاجات. كلنا انا مش عايز اقول مثل معين اللي كلنا نذكره، لكن انا شفت اصداء ده في دول عربيه ومستثمرين عرب بجد كان صعب جدا. وبالتالي المساله دي مهمه جدا عشان المستثمرين في مصر. والنقطه اللي بعد كده في موضوع الاستثمار هي انه القطاع الخاص المصري ايضا يتحمل جزء من المسؤوليه، تعود على نمط معين من الاداء في ال 30 سنه اللي فاتت، خد حته ارض سقع بيها، يعني ما كانش فيه مجهود كبير، الان لازم يبقى فيه طريقه عمل مختلفه. فبرضه الحقيقه لسه لم تتبرع البعض، خاصه انه لا يزال هناك قدر من الشكوك المتبادله ما بين الدوله وبين رجال الاعمال، فلسه الموضوع ده ما اتحلش حتى اللحظه دي بالشكل المريح يعني. لكن عايز افكركم ان في كل الحالات مصر نمت ب 4% 4.2% هتقفل تقريبا السنه دي، ما دام في هذا النمو يبقى اكيد كان في استثمار. طبعا. يعني ايه، وبالتالي في مكنه شغاله في كل الحالات يعني. طيب انا اعتقد ان احنا غطينا. اتفضل اتفضل. انا عايز اقول ان انا بالنسبه للشباك الواحد انا بسمع عن هذا الشباك من انا وعيل صغير قد كده، ونفسي ونفسي زي ما حلمت كده ان انا امسك شباك النبي، نفسي ان انا امسك هذا الشباك قبل ما اموت ولو مره. شكرا. ربنا يديك طول العمر. طيب استاذ نخرج من موضوع الاقتصاد، لان هو احنا ممكن نقضي 3 4 ايام في الاقتصاد. استاذ احمد محارم صحفي وكاتب في جريده جورنال البشاير ومقيم في الولايات المتحده الامريكيه، قول لنا احنا بقى يعني دلوقتي اتقابلنا مع مجموعه الصحفيين اللي بيمثلوا الوفد المصري في مؤتمر طرق الابواب. احنا كمصريين عايشين في امريكا، احساسنا ايه تجاه مصر دلوقتي، وايه المفروض المطلوب مننا، وايه اللي المفروض نتواصل بيه مع مصر؟ اعتقد الكلام بتاع امبارح ولو استمرنا كملناه النهارده يمكن التقينا في بعض النقاط، ان هو بدانا نسالهم وهم يسالونا، وكنا محتارين الاول مين يسمع من مين، لكن سمعنا من بعض. شكلها النهارده كان اخد جرعه احسن من التنظيم يمكن، انما اتصور النقطه اللي اتكلمنا فيها كتير واصر عليها الاستاذ مصباح وعجبتني، انه بعد ما انتوا بتمشوا انتوا ضيوف احنا موجودين، احنا كجالية واحنا كاعلاميين، ايه اللي ممكن نقدر نقوم بيه بحيث الموضوع يبقى مستمر؟ كانت فكره امبارح ان احنا يكون في بيننا تواصل ويكون فينا جروب، كل يوم بنقوم من النوم الصبح كل واحد فينا عنده خبر هنا او عنده معلومه، از ويل از انتوا نفس الشيء. التبادل اللي بيننا ده هيخلي يقول ان بعثة طرق الابواب اللي بتيجي كل ابريل بتترك بصمه وهي ماشيه من خلال اتصالات بيننا وبين بعضينا، انه كنا دايما نقول لما احنا موجودين في بلد زي امريكا وعايزين ننمي وننشط السياحه، مش هنعتمد بس على ان في مكتب تنشيط سياحه بغض النظر المستوى او شخصيه الموظف اللي موجود فيه،
اللي ممكن قد ما تكون بتفيد ممكن بتسيء، لكن احنا كمصريين موجودين ممكن فينا من هو يقدر يقوم من خلال علاقاته واتصالاته وشخصيته بالتعامل مع الجانب الامريكي على المستوى الشخصي حتى او المؤسسي انه يفيد اكتر. فاعتقد انه وانتم قبل ما تمشوا في خلال اليومين الجايين تقدروا برضو تساعدونا ايه اللي ممكن احنا بشكل ما نقدر نعمله معاكم بحيث يبقى التواصل ده. انتم ما غبتوش عن الساحة هنا، وفي نفس الوقت احنا برضو نبقى شايفين ازاي نقدر نفيد بشكل اكتر او منهجي. استاذ مصباح اعتقد انت عندك حاجة تقولها في الموضوع ده. والله يعني في فكرة كويسة، الغرفة الامريكية نفسها عملتها، عملت ام شام انك مؤسسة كده للغرفة الامريكية هنا في واشنطن، بحيث والاستاذ هشام فهمي اللي هو كان المدير التنفيذي للغرفة وانا حد من الناس النشيطة جدا وفاهمة جدا عشان يتابع نتائج بعثة طرق الابواب. فاحنا لقاءاتنا نفسها واحنا ممكن يبقى في حد زي ما تقول يعني ضابط الاتصال في عند الطرفين، واحد من الصحفيين وواحد من السادة والسيدات الموجودين هنا في نيويورك وفي نيوجيرسي، بحيث يبقى في طول الوقت النبض الامريكي يا استاذ مصباح. النبض الامريكي النبض الامريكي يا استاذ مصباح، ده حقيقي بجد الحقيقي. احنا الحقيقه في النبض الامريكي، انا اسف مش اقطع كلامك، بس احنا دلوقتي شغالين على ويب سايت اخباري من النبض الامريكي بحيث ان احنا نديكوا اخبار الوضع هنا وازاي شايفين كل امريكان شايفين مصر، وفي نفس الوقت هناخد اخبار من عندكم نحطها للامريكان هنا عشان لما يحبوا يسمعوا عن مصر يسمعوا مننا مش من بره. كويس كويس. عمل فردي لكن في مبادره، يعني انت قمت بمبادره، المبادره دي ما كنتش مستني ان مثلا حد يقول لك اعمل، لا انت عملت. ما كنتش مستني ان مثلا ان في حد يعني هيأيدك او هيعارضك، لا انت عملتها. فاحنا انا يعني مؤمن تماما بالمبادرات الفرديه بعيدا عن الحكومه. يعني انا كل كلامي لما بتكلم وبقول ان احنا ما نستناش الحكومه وبعدين ما نستناش بقى نقول ايه ان الحكومه هتقدم لنا ايه، لا ده الحكومه واقفه قدامنا، لا ده الحكومه واقفه ضدنا، لا 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 هي مبادرات اشتغل هم يعني، وهي الحكومه هتحترم زي بالظبط ما انت بتقول ان امريكا ما بتستناش العربيه اللي واقفه، لا دي عايزه العربيه اللي ماشي اللي عشان تركب فيها. ما هو المانع ان احنا برضو كده، ما الحكومه المصريه برضو ما ممكن تبقى كده، هو الحقيقه عليها وضع. يعني انت لما دلوقتي لما تعمل موقف زي كده او تعمل برنامج زي كده بالتاكيد هيتشاف، هيبدا يسمع، هيبدا ياثر، هيبدا ان هيبقى ليه رياكشن ورد فعل، هتبدا الحكومه عينها عليك وهكذا. هو الحقيقه يعني اخذت الفكره من لما عملنا حمله قبل الفراعنه قبل كده، كنت حاولت اتواصل مع الجهات الرسميه في مصر عشان يبقى في دعم حتى لو لوجيستيك مش لازم مادي، لان عارفين مصر دلوقتي محتاجه كل حاجه. الحقيقه كان الوقت كان يمكن برضو التوقيت والجرعه ما كانتش مظبوطه، فانا قررت ان انا نعملها احنا وننفذ. ولما عملنا والبركه فيكم طبعا كانت التغطيه ليها هايله جدا في كل الصحف المصريه، جالنا اتصال من وزاره السياحه ومن مكتب السياحي وقالوا لنا انتوا بتعملوا شغل حلو وادي الدعم، وبعتوا لنا شيك وبعتوا لنا فلوس. ما لازم معلش نقول الحاجات الكويسه والحاجات اللي مش كويسه، بس هو الفكره ترجع للنقطه تاني ان هم لما شافوا ان في شغل اتعمل فقالوا نركب في المركب اللي ماشي. اسمح لي ان احنا نكمل المجهود اللي حضرتك عملته، وان انا اطلب من زمايلي كمحررين اقتصاديين ان احنا نمد الويب سايت والبرنامج بتاع حضرتك بالاخبار وبالتقارير المهمه اللي ممكن شايفينها احنا ننتقيها، ان يعني نكون شايفينها ان هي ممكن تفيد مناسبه للخارج ومناسبه للخارج ومناسبه للمصريين المقيمين طبعا في الولايات المتحده، بحيث ان هذه التقارير وهذه الاخبار ممكن تكون جسر للتواصل ما بيننا وما بينهم، وان الاخبار دي تهمهم بشكل كبير. هو طبعا اشكرك جدا للتوضيح، وطبعا دي هتبقى فرصه كويسه مهم جدا في للغرب والاجانب التواصل الكوميونيكيشن. هو ادام في قناه تواصل هم ما عندهمش مانع ان هم يتكلموا زي ما قال الاستاذ مصطفى وزي ما قال الاستاذ مصباح وزي ما قال الاستاذ اشرف والاستاذ علاء، وكلنا التواصل مهم لازم نقول. الاستاذ هشام قال كتير في هذا الموضوع، والاستاذ نفيل عشان ما انساش حد، استاذ احمد واستاذ صالح عند حضرتك وعنده انه يبقى فيه شركه علاقات عامه عربيه ضخمه جدا تشتغل بمعايير مهم جدا تنافس شركات العلاقات العامه الكبيره الموجوده. هو يعني تقال ان في 60 شركه كبيره الجزء دوت انه في يعني تقال امبارح من زملاء مصريين هنا
انه في حوالي 60 شركة علاقات عامة كبيرة في الولايات المتحدة، منهم 10 بس، 10 في نيويورك، وهم من اكبر 10 شركات علاقات عامة. والشركات العامة دي الحقيقة بقت بتلعب دور بالغ الخطورة داخل الدول وبين الدول وبعضها البعض. فانا اتصور انه برضو عليكم واجب الحقيقة، انه يعني عارف انه عمل شاق وصعب جدا على ما الدول العربية تجتمع على شيء من هذا القبيل، لكنه فايدته حتبان بأسرع مما يتصور اي حد يعني. ان شاء الله. انا شاكر لوقتكم ومعلومات الحقيقة قيمة جدا، وحقيقة لقاء مثمر، وبنفكر وبنختلف انا واستاذ مصطفى وما بنزعلش من بعض. بنختلف وما بنزعلش من بعض. شكرا لكم جميعا، وشرفتوا نيويورك وشرفتوا الولايات المتحدة كلها، ودايما نقول تحيا مصر. شكرا، اشكركم مشاهدينا الكرام، وان شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. شكرا.